حنا جينا اليوم اخويا نهضروا على واحد المشكل عندنا هو ديال الملاعب. تفاعلنا المؤسسه ديال جامعه مقاطعه درب السلطان وباقي ما قالوا لنا والو. التيرانات السادي ديال الليل ديال ولاد زياد حتى هو خصو يحلوا لنا بسدود. حنا دابا كنعانيو كنعانيو في واحد الهشاشه ديال الملعب. الهشاشه ديال الملعب عندنا مشكل. عندنا واحد دابا عندنا واحد الملعب هو اللي كنستافدوا به هو ديال الارميطاج وما تابعش المؤسسه ديال جامعه مقاطعه درب السلطان. تابع المؤسسه ديال جامعه مقاطعه الفيد الالفا. والتيران انت كتشوفوا فيها كلو الدراري كيتواعتوا الدراري هادو وحنا معانين معاهم. تطلبوا من السيد الرئيس ديال مقاطعه مر السلطان يتافد لهاد الوليدات ديال الساكنه ديالو حيت هاد الوليدات والديه هو اللي دشحوه هو اللي وصلوه خصو يلتافد شويه. ورمضان هاد الشهر الكريم عند الله كنديروا دوريات في رمضان ما شلا والو باقي ما شلا والو والو والو. المعاناه كنعيشوا حنا بغينا هاد الوليدات ما يمشيوش شي حاجه خايبه. كنتقاتلوا مع هاد الوليدات في سبيل الله والناس ديال الساكنه عارفين لا لا درنا شي حاجه تنديروها لله في سبيل الله. حنا بغيناش هاد الوليدات يضيعوا ولا يمشيو الشغايب يمشيو شي حاجه اللي تضر المجتمع. حنا فاعل جمعوي رياضي ماشي سياسي رياضي. كنطلبوا من السيد الرئيس السي محمد بودريقه يشوف بلاد الساكنه ديال درب السلطان يدير معنا شي اجتماع ولا ما ينساش هاد الوليدات وما ينساش هاد الملاعب. يناضل عرف المشاريع غاده الاوراش غاده خدامه ولكن يسارع يسارع في الخدمه. وكاين شي جمعيات اكس كيهضروا على مصلحتهم ما كيهضروش على الساكنه وديال المجتمع المدني ديال درب السلطان كيهضروا على مصلحتهم. حنا ما كنشوفوش مصلحه كنشوفوا مصلحه ديال الساكنه ديال درب السلطان. تنشوفوا الوليدات الشباب كلشي كنشوفوه بغينا الخير لهاد الساكنه. او حتى شي وليد ما بقاش كيمشي للانديه ما بقى كيمشي للاكاديميات شنو المشكل؟ والحمد لله عندنا الفائض عندنا الوليدات عندنا الحمد لله لا بالفئات الصغرى لا بالشباب لا بكلشي عندنا الحمد لله. ولكن خص الجمعيات يتحدوا فاش في الخير ما يتحدوش شي حاجه ديال الشر في مصلحه الساكنه ديال درب السلطان. تنطالبوا والو تنطالبوا الملاعب ويلتافتوا بهاد الوليدات. دابا كنطالبوا سيدي يعطيونا حقنا في دوريات رمضانيه في ملاعب فهمتيني يجتهدوا شويه يجتهدوا. حنا راه مناضلين حنا راه تنميو فاعل جمعوي ديال المجتمع المدني رياضي ماشي سياسي. ما كندخلش في السياسه انا كندخل في النطاق الرياضي. كنلعب على ثلاثه الحوايج تربوي مدرسي رياضي هو اللي كنلعب مع الطفل. هادشي اللي كنطلبوا من عندهم وتنطلبوا من السيد الرئيس محمد بودريقه يخدم شويه يخدم مع الساكنه شويه حيت هاد الوليدات والديه هو اللي نجحوه فهمتيني هو اللي نجحوه خصو يخدم مع هاد الساكنه. حنا الناس اللي كنستافدوا من هاد الملعب اللي هو راكم كتشوفوا الحاله ديالو حاله لا يرثى لها كنعانيو به من هو المتنفس. دابا بالنسبه لي انا كنهضر على كان عندنا واحد ساعه المكانه كانت عندنا في الريجي الريجي دابا تسد ما بقيناش كنستافد منه. دونك كنجيو كيعطيونا ساعه في الكازو في الملعب القرب بنو هذا اللي لتحت سميتو في الارميطاج هو تابع لحديقه الارميطاج. ولكن المتنفس ديالنا لا انا لا الاخوان كاملين الجمعيات الاخرين راهما كلهم كينشطوا داخل تحت هذا التراب هذا. ولكن الدراري عندنا كيتضروا بزاف اللي كيطيح اللي كيتوعات هذه. حنا كنطلبوا من المسؤولين ان شاء الله يلتفتوا لهذا الملعب يرمموه لينا. حنا كنستافدوا منه الحمد لله دابا حاليا حيت هو المتنفس ما عندناش البديل. كنجيبوا الوليدات انتم كما كتشوفوا كنطلبوا من الله عز وجل والناس المسؤولين على والغيورين على كره القدم في منطقه درب السلطان باش يقادوا لنا هذا الملعب يديروا لنا حنا كازو اصطناعي الدراري باش يستافدوا حيت عندنا طاقات وليدات تبارك الله وصلاح عليك كما كتشوفوا باغيين يلعبوا كيخرجوا داك الشيء اللي عندهم. كنطلبوا من الناس ان شاء الله في اقرب وقت حيت تابعين دوريات تابعين بزاف المسافات كنضربوا حنا مسافات باش يلعبوا مع ناس اخرين في المدينه حي الحسني البرنوصي كنديو الدراري لحي الشريفه المناطق اخرى باش يلعبوا في كازو اصطناعي. علاش؟ حيت منطقه درب السلطان فيها تيرانات ولكن من عادمه كتعطى للناس الكبار والانديه الكبيره خصهم يلتفتوا للجمعيات. وانا كرئيس هذه الجمعيه كنطلب من المسؤولين باش ياخذوا بزمام الامور. حنا متضررين من الملاعب القرب اول حاجه وهذا هو المتنفس الوحيد ديالنا اللي تنطلعوا الوليدات نهار الاحد. حنا عندنا كنا تنخرجوا خرجات ولكن بالنسبه للتيرانات دابا مسدودين دابا
عندنا المحطه ولا الزيان، عندنا الملعب هنا ديال لارميطاج، والمتنفس الوحيد هو تاير. حنا نطلبوا من السعاده الرئيس يصارع ويبادر بهاد الوليدات، لان الناس دايرين حاليا دايرين تورنوات في الملاعب ديالهم. حنا فين غنديروا تورنوات؟ حنا فين غادي نجيبوا هاد الوليدات؟ غنجيبوا من هاد الرمل هادي؟ هذا راه اول حاجه، اول حاجه طلع الفرق، طلع لعابه، هاد الشيء اللي هذا اللي ما عرفتش الشيء، ما عرف والو في ضرب السلطان حاليا. حنا تنطلبوا من سعاده الرئيس ونعاودوا نطلبوا من سعاده الرئيس ان يبادر ويصارع في الملاعب ديال القرب.